هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام محبي هذه الانطلاقات يتواصل اللقاء ويتجدد بحضراتكم في أشواط واستمرارية هذا الصباح الجميل مع ذلل أبناء القبائل في 6 كيلومترات في اليوم الرابع على التوالي في مهرجان فارس الخليج. هكذا ينطلق في هذه اللحظات الشوط التاسع الخاص بالحول المحليات الأصايل، وتندفع هذه الكوكبة وهذه الأسماء والشعارات العملاقة والعديدة التي تتنافس على تحديات هذا الصباح الجميل. نسير مع المركز الأول وننطلق نشوف هناك البداية. هملولة تسيطر على مقدمة الشوط، ناصر بن حمد بن سيل بن عويضة الخيالي على المركز الأول مسيطرة، بينما الشاهينية تليها في المركز الثاني عبد الله بن محمد بن عويضان العامري على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث تتقدم فيه الشاهينية ومسلم بالزفنة بن مسلم العامري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع تواجد في هذه اللحظات للشاهينية وعلي بن حليس بن سعيد العفاري على رابع المراكز. أما المركز الخامس فبنلقى في المركز الخامس ما شاء الله هناك رقم 25 القادمة في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان، بينما المركز السادس تدخلت في هذه اللحظات إسحامة تتدخل في هذه اللحظات وتندفع كذلك حاملة هذه التحديات سالم بن سلطان بن غالب المنصوري، بينما المركز السابع وصلت في هملولة لأحمد بن محمد المنصوري على المركز السابع، والمركز الثامن هناك من الجانب الآخر بنت صوغان لحمدان بن محمد بن حمد آل حباب، بينما المركز التاسع تواجد في تاسع المراكز هذه سلهودة مانع بن خليفة بن رشيد السويدي تتدخل، والمركز العاشر في هذا الانطلاق شوف الأسماء وشوف الشعارات ما شاء الله القادمة والمنطلقة مع هذا الاندفاع وهذا الانطلاق في هذه التحديات وهذا الأداء الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق وهذا التواصل. هكذا نعود إلى المراكز الأولى في مسار هذا الشوط وتحدياته وهو تاسع أشواط صباح هذا اليوم ليحمل لنا هذه التحديات وهذا التنافس الشيق والجميل الذي تتواصل فيه هذه التحديات في هذا الصباح الجميل. نسير مع المركز الأول وهذه هملولة تقود المشاركات، ناصر بن حمد بن سيل بن عويضه الخيالي الذي تندفع بالمركز الأول حاملة كذلك تحديات الناموس والفوز، الشاهينية تأتي في المركز الثاني عبد الله بن محمد بن عويضان العامري على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث هناك بن حليس قادم كذلك بتحدياته وناموس هذا الشوط مع الشاهينية، علي بن حليس العفاري على المركز الثالث في هذا المنطلق، والمركز الرابع سلهودة مانع بن خليفة بن رشيد السويدي يقدم سلهودة في هذا المنطلق وفي هذا الاندفاع. يا سلام هناك تتواجد في المركز الخامس في هذه اللحظات بنت صوغان وحمدان بن محمد بن حمد الأحباب هناك الذي يقدم بنت صوغان على المركز الخامس، بينما المركز السادس في هذه اللحظات وصول وتقدم من إسحام سالم بن سلطان بن غانب بن غالب المنصوري الذي يقدم إسحامه، بينما وصلت في هذه اللحظات وتقدمت اليروع عبيد بن حمد الكتبي على المركز الثامن والمركز التاسع. يا سلام روح يا راعي سهودة في هذا الانطلاق، الشاهينية مسلم بالزفنة بن مسلم العامري في تاسع المراكز، والمركز العاشر هناك دخول من سرابة غالب بن محمد بن سعيد المنصوري. هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط والتحديات العريقة والجميلة الذي تحمل تحديات المحليات الأصايل في هذا المنطلق في 6 كيلومترات مع هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الشيق هنا في هذا المهرجان وهذا الانطلاقات مهرجان فارس الخليج الذي انطلق على مدار 4 أيام اليوم الأخير في هذا التحديات وفي هذه الانطلاقات. نسير مع المركز الأول وهملولة مسيطرة، هملولة بعوايدها بسجلها كذلك
الحافل الذي تعرف طريقها إلى هذا الموقع إلى هذا المكان المرموق. ناصر بن حمد بن سهيل الخيالي الذي يقدم هذه النوعية وهذه الانطلاقات. المركز الثاني الشاهينية عبد الله بن محمد بن عويضان العامري يقود الشاهينية إلى ثاني المراكز. وسلهودة في المركز الثالث مانع بن خليفة بن رشيد السويدي على ثالث المراكز. بينما المركز الرابع حملولة أحمد بن محمد بوعوان المنصوري الذي قدم هذه الانطلاقة وهذه التحديات الجميلة. وصول هناك في هذه اللحظة من اليروة عبيد بن حمد الاكتبي هناك مع هذه التحديات. يا سلام، شوف الأسماء وشوف الشعارات وشوف الوصول في هذه اللحظة من هملولة. عادت للتنافس أحمد بن محمد بو عوان المنصوري في هذا المنطلق، وهناك أيضا تتواجد في هذه اللحظات. يا سلام، هذه الشاهينية علي بن حليس العفاري على المركز السابع في هذه اللحظات. والمركز الثامن هناك نشوف مع مصورنا من المراكز اللي تدخلت في هذه اللحظة بنت صوغان وحمدان بن محمد بن حمد الأحباب على ثامن المراكز. بينما المركز التاسع تتواجد فيه تتقدم فيه سحامة في هذه اللحظات سالم بن سلطان بن غالب المنصوري، وهناك جواهر علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي. هذه النتيجة وهذه الأسماء المنطلقة والشعارات الذي تنطلق مع المراكز الأولى. اقترابنا مشاهدين العزاء أو وصولنا مع الأربعة كيلو مترات والاثنين كيلو متر الذي سوف ندشنها مع هملولة في هذا الانطلاق للاندفاع للتحدي لهذه التحديات والانطلاقات الجميلة. هملولة على مقدمة الشوط، ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي الذي يقدم هملولة، ولكن التحرك من هملولة الأخرى أحمد بن محمد وعوان المنصوري على المركز الثاني. بينما المركز الثالث بنت صوغان حمدان بن محمد بن حمد الأحباب الها الذي ينطلق في هذه اللحظات. والمركز الثالث وصلت الشاهينية عبد الله بن محمد بن عويضة العامري الذي قدم الشاهينية، ولكن دخول من اسم جديد ومزنة عوض بن عتيج بن زيتون المهيري. وصلت مزنة في هذه اللحظات، ولكن وصول من مذيار كذلك، مذيار خلفان بن أحمد بن بطي القبيسي في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هذه الأسماء هذه الشعارات، بدأت الأمور، بدأت تحرك، بدأت هملولة. يا سلام، رصيدها هناك، هناك في رصيدها سيارات وانطلاقات والتحديات دائما بهذا الموقع وهذا المكان. هملولة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضه الخيالي تقدم الأداء الجميل، تقدم هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. مذيار غيرت خلفان بن أحمد بن محمد بن بطي القبيسي على المركز الثاني. بينما المركز الثالث وصول في هذه اللحظات من ثالث المراكز بشاير، وصلت كذلك بشاير خلفان بن هلال بن محمد بن عبد الله النعيمي على المركز الثالث ووصول في هذه اللحظة. يا سلام، بشاير خلفان بن هلال بن محمد النعيمي، النعيمي واصلة واصلة بشاير، غيرت إلى مقدمة الشوط، بشرت بشرت بالناموس والفوز. ولكن مذيار خلفان بن أحمد بن محمد بن بطي القبيسي في المركز الثاني، وخلاص بشاير بشاير يا بشاير، بشاير الناموس، بشاير الخير، تنطلق بالمركز الأول، تندفع مع المقدمة بشاير خلفان بن هلال بن محمد بن عبد الله النعيمي، النعيمي. ولكن هناك مذيار، مذيار وبشاير وغادمة، غادمة الشاهينية، الشاهينية بشاير، مذيار الشاهينية بشاير، والشاهينية بشاير، الشاهينية الشاهينية بشاير، الأمتار الأخيرة بشاير. مشاهدين العزاء، تهانينا لخلفان بن هلال بن محمد بن عبد الله النعيمي. بينما وصلت في المركز الثاني الشاهينية لعلي بن حليس العفاري، والمركز الثالث مذيار لخلفان بن أحمد بن محمد بن بطي القبيسي. هكذا كان مسار هذا الشوط، هكذا كانت الانطلاقة في هذا الشوط وتحديات هذا الشوط. هذه بشاير، تهانينا لخلفان بن هلال بن محمد بن عبد الله النعيمي على الفوز بالمركز الأول. توقيت الزمني 9:33 بالوفاء والتمام على هذا الفوز، وسلاماتنا على هذا الأداء. الشاهينية رافقتها كذلك مع علي بن حليس العفاري بالتنافس في هذا الشوط. 9:33
بالوفاء والتمام. كذلك والمركز الثالث وصلت في مذيار خلفان بن أحمد بن محمد بن بطي القبيسي، 9:34 وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانطلاق الجميل. بينما المركز الرابع سلودة مانع بن خليفة بن رشيد، وهملولة هناك لناصر بن حمد بن سهيل خيدي. هكذا كان هذا الشوط وتحدياته وانطلاقاته في هذا المسار وهذا الانطلاق الجميل الذي يحمل تحديات ميدان المرموم تحفة الميادين في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع الجميل.